الله يرحم والدين خلفوكم بدون عنف أسري. أي عنف أسري اللي ما تستحي على وجهك؟ وش هالسوعة اللي مسويها أنت يا هالسلوقي؟ طب هدوا تذكرين يما الحلم اللي قلتي لي إياه؟ الحلم الحرمة اللي تربط برجولي حبل، تذكرينه؟ أنا اللي بلي ظهرك بهالعصا. أي قلدها قلدها لا بارك الله فيك. والله غصبر عني يبا، والله مو بكيفي، والله مو بكيفي. ايش اللي يكيفي؟ اجلد ايبه تكفى. امسك يا ابو هاي، خل جوار تنفعك يا زواجك. اوف 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 اوف، وش ذا الموتر؟ اسمعي المكشة، ابوي وامي طردوني من البيت وزعلوا علي، وهم اهم اثنين بحياتي. انت شفت السيارة اللي برا؟ ايه شفتها. هذه هدية لك. لي انا؟ هدية لك. شف، انا بربط عيونك طيب، بصور سنابة، ابيك تمشي معي وبفكها وابيك تفاجأ. وليش اتفاجأ؟ انا دخلت وشفتها خلاص. انت جنتني؟ وش فيك عبيط كذا؟ سووا اللي قلت لك عليه وبس. ترى ها تم القبض. لا 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 خلاص، بسوي لي اللي تبين، كلش الا تم القبض. بس اسمعي، اذا خلصنا الفيلم ذا ابمشي. تعال. يا هلا والله بسناب، اليوم بفاجئ زوجي حبيبي عامر. اشوف 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 سبرايز. شوف هناك شوف هناك. اوه اوه اوه، هذه لي انا. لك يا قلبي يا حبيبي. كثر الله خيرك، الله يوفقك دنيا واخره. والله مصدق عيال. اوف اوف اوف، هذه لي انا اكيد. لك يا قلبي لك. والله اتحداك الموت البطل يجي التيوان على الفره. ما يترك طبعا. يلا نطلع. يلا يلا. بعد اذنكم يا شيخ. وش اسوي لك انا؟ انا وش اسوي لك الحين؟ خلصنا، يلا مع السلامه. وي وي وي، تعال تعال تعال، باقي ما خلصنا. وش باقي بعد؟ ها يا عمري، عجبتك السياره؟ اي والله مره ما شاء الله ممتازه. يا بعد عمري تكسرها بالعافيه لب دلالك. الله يعافيك، ما قصرتي. الحين أنا وزوجي جالسين نتجهز لرحلة المالديف شهر عسل 10 أيام. ها جاهز؟ إي جاهز جاهز، وجايب شورتات وجايب النظارات ذيك حقت السباحة. والله ما قصرت الله يعطيك العافية، وأبد أي شيء تبين أنا تحت أمرك. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يخليك لي. يا بعد عمري زوجي حبيبي، إن شاء الله بعد المالديف نطلع على باريس وإسبانيا. اوف 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 اوف، اخس يا عامر اخس والله اللي لاقيها. ها شوف الحريم اللي يقدرون ازواجهم. من تقصد؟ من اقصد جوان مهدي عامر زوجها رنج روفر. مالت على حظي رنج. بس هذه لي انا. لك يا قلبي يا حبيبي. الله خيرك، الله يوفقك الدنيا واخره. يا حظك يا عامر، صح انه نشب نشمة بنت لذينة بس فاز بالموتر. يا عيال ايش بو ذاك عايش الدور انه زوجها؟ بس صدقوا يستاهل عامر، يا ليتني قلت مكشى بداله. اذا طلق عامر ايش اتزوجها؟ يمه ايش فيك؟ هدي هدي هدي، لا تعبي نفسك بالتفكير، ريحي. وشلون ارتاح ووضع اخوك كذا؟ من طردناه من البيت وانا ماني بمرتاحة. يما شكلك ما تدرين، عامر مبسوط، جده سيارة قيمتها 500,000. شوف قفلي خلاص قفلي، ما ابي اشوف مقاطعة ولا اتوريني اياها. يلا اسمع، ابيك تسوق بسرعة طيب، وانا بصور وبسولف معك. فجأة بقول لك عامر انتبه، وبيك تدعس فرامل بقوة طيب؟ وليه الأكشن هذا كله؟ خليني أشوف لي عمود وأحطه بنص جبهتك هذه البرحة. وشو؟
فال الله ولا فالك، سوي اللي قلت لك عليه وبس، فهمت؟ يا مهبولة، أهلي بيشوفون المقطع يصدقون، وش في سنتي ما تفكرين؟ ترى قرقتك كثرت ها؟ هذا حادث بسيط الجس نبض المتابعين وبس، بنطلع منها سالمين. كلمة زيادة وخليك تاكل عدس. لا 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 عدس ما بي، خلاص أبشري سمي. هاي سنابيز، اليوم أنا وحبيبي عامر رايحين البوليفارد وماخذين في آي بي ومرة مرة مرة, مرة متحمسين، وش رايك حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله الله ستر علي أنا وزوجي. تعرضنا الحادث في الحديد ولا فينا بدل السيارة ألف يا ناس. أذكر والله قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله. خلاص سويت الدراما حقتك، ضبطت المحتوى، عادي لهنا وكفاية، احذف المقطع، تراك أخذت حقك وزيادة. ألو حيدر، يلا يجي بسرعة ياخذ سيارة، يلا عشان ما يحسب علي يوم زيادة. هاي سيارة الرنج، لا يكون تحسب بعد تبي تسوقها، ترى يا جار المفتاح، يلا المفتاح.